تتقدم ولاية مستغانم بباقة سياحية عصرية مشكلة من فنادق جديدة وأماكن للإقامة دخلت المجال لتنويع الخدمات. Je pense qu'on a fait quand même le buzz. On a reçu une moyenne de 2000 personnes jour. On va lancer également prochainement le pavillon sportif. فضاءات للترفيه وتجهيزات لممارسة النشاطات الرياضية والاستعانة بالخبرة الخارجية تفاصيل لا تخلو منها الانطلاقة القوية للمجال السياحي بالولاية. إن شاء الله نكون نقدم للإفادة الناس اللي نجم تخدم لهنا توريزم في مستغانم في الجزائر معناتها بصفه عامه. دونك اليوم السياحه في الجزائر بصفه عامه قاعده تتقدم. سيتي تري بيان تو تي بيان اورغانيزي السيرفيس هايل و سي اون فيل ا فيزيتي ا مون افي. ورغم العوده المجدده للاستثمار الا ان الترويج للقطاع السياحي يبقى بحاجه الى ديناميكيه نوعيه. الموسم الماضي اخترت سكيكدا، هذا العام اخترت مستغانم لانه سمعت عليها حوايج ملاح، ولكن هناك نقائص كثيره لازم دي سونتر دو فورماسيون. مرافقه المستثمرين شكلت عنوانا ملازما لمناطق التوسع السياحي من خلال تعزيز المؤهلات المهنيه. بفضل مجهودات الدوله هناك مرافقه فعليه للمستثمرين في القطاع السياحي للنهوض بهذا القطاع وتدعيم قدره الايواء لاستقبال السائحين والزوار في احسن الظروف وتقديم احسن الخدمات. العروض التي تراهن عليها ولاية مستغانم متجهة نحو إنجاز منشآت سياحية أخرى.